guys, welcome everyone. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. ان شاء الله الامور ديالكم تكون هانيه وتكون كدوز واحد لا جورني كلها بوزيتيف. كنتلاقاو في فلوغ جديد. هذا الفلوغ غادي يكون فلوغ روتيني, الروتين ديالي في ستاج اون ميم طو غيكون فلوغ. هادشي اللي كاين, كي صبحتو نتوما مزيان. المهم دابا خصني نمشي نلبس حوايجي, بقاو معايا. ديجا معطله, شكرا لكم بزاف 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 على لي ميساج ديالكم في انستغرام. كلشي كيسولني على يسرى, الحمد لله ولات مزيان. ما مشيتش 2 و3 الستاج, ولكن اليوم غادي تمشي معايا. المهم لبس حوايجي وابخي غادي نوريها لكم معايا في الفلوك. جايز المهم غنوريكم اللبسه اللي غادي نلبس. انا غنخليكم الصور حتى هنا باش تشوفوا كي غادي تجي. المهم غادي نلبس هذا من زارا اللي وريتكم ديجا, شاركتو معكم. غنلبس هاد البنطلون في الماغون, كيجي كلوش من التحت. وغادي نلبس معاه هاد لا شوميز اللي في البلون. بنات ها هي يسرى. يسرى كي بقيتي مزيان؟ شويه اختي الحمد لله. الحمد لله صحتك بزاف. كيسولوني عليك بزاف ديال لي ميساج صيفطوا لي, كيقول لي كي بقات يسرى كي بقات يسرى. البنات شوفوا ديك الصباغه اللي كنت خديتها ب5 درهم عند داك الراجل, صدقات احسن صباغه واعره البنات يمكن. هيا البنات ما ديروش على الروينه اللي من اللور, مي شوفوا الصباغه صراحه واعره حمقاتني. البنات اللي ما كانوش شافوا الفيديو اللي قبل ولا الفيديو اللي قبل اللي كنت وريتكم, داك الراجل اللي كيبيع داكشي ديال 5 دراهم, كيبيع الماكياج, كيبيع داكشي ديال القطان, المهم اي حاجه بغيتوها. المهم هذه عاد كنجابها جديده, كنت خديتها انا وبنت عمتي, واعره صراحه صدقات زوينه البنات. وصافي المهم اللي باغي ياخذها ها نتوما سكرينيوها, ها نتوما سكرينيوها سيروا عند داك الراجل وغي زعما الا كانت عنده راه غادي تاخذوها, ما كانتش عنده يجيبها لكم. جايز المهم الاضاءه ماشي هي هذيك, مي ديما كنشارك معكم الماكياج ديالي هنا قبل ما ناخذ. المهم درت غير كريم قبل ما ناخذ هذا, خصني غير ناخذ داك ليكرون, حيت ليكرون انا هو اللي كندير. راكم عارفين دابا الشمس, انا كنديرو ديما الشمس ولا بد كنديرو. درت هذا مرطب, المهم هذا اللي كنستعمل كيكون, وهذا اللي درت مرطب قبل. المهم غادي ندير البرونزر ديالي بهذا. جايز انا عاد شيت عرفتو ما يمكنش حال تصطاد برا, راه ما يمكنش عرفتو, راه ما جيت حتى سخفت وبديت كنحس بالدرسه كضرني, حيت عندي واحد الشوسه خصني نمشي نحيدها. سبحان الله عرفتو حتى كضر عاد كتقول لها خصك تمشي تحيدها. المهم شيت هادي جوج ربع ودابا غادي نمشي نبدل حوايجي ابخي غنمشي نتغدى. المهم نتوما معايا عرفتو هاد الدرسة كتحيد ليا يعني المود ديالي, مكيبقاش هو هداك. ناشطة هي هاديك, هانتي مكتبغي دير والو, فاش كتكون فيك الدرسة خاصك هي تجي تنعس ترتاح حتى تهمدلك وتولي مزيان عادي, راه بغيتي دير شي حاجة. إوا هادشي لي كاين دابا البنات, غنمشي نبدل حوايجي دغيا. هادي تا جيت دابا للدار عاد خرجتها, شالنا الطويلة انا كنخشيها. دابا قبل ما نهبطو نتغدا غادي نجمع البيت انتوما حوايج باش معاوتاني ما نطيحش في نفس المشكل ونبقى
طلع غاي ساليت غادي نمسح الماكياج دغيا لونتي ساغن والفراج وداكشي وخصو يكون تنظيف عميق. المهم غادي نستعمل هذا الماورد عطاتو ليا ماما جداتي صراحه زوين زوين بزاف عجبني. كنديرو هكا شنو كي كندير المهم كندير هكا ممكن نبدا نمسح وانتم غتشوفوا هانتوما شتو ها شتو هم بطن دكشي عرفي كمان تكي تمسح نعود بيان سور البنات ابخر غنمشي نغسل وجهي. المهم ها هو دابا كنحس براسي مزيان يعني انا ديجا ما كنديرش ماسكارا كندير غير لونتي سيرن ما كنوريكم كندير لونتي سيرن كندير القلم فراجو صافي البرونزور اللي كنشري معكم هذا صافي وكن وشوف كندير القلم الفمي بهذا ولونتي سيرن كيما ديما كنشري معكم قبل كندير ليكرون دابا ليكرون الصباح ما درتوش مع تسالي ليا عندي واحد ليكرون مي تانتي مكيعجبنيش انا كاع وجهي نديرلو شي لون ميجينيش كيعجبني جوست كريم هكا يكون كيهيدغاتي ليا وجهي صافي هادشي لي كاين البنات دابا نهضرو نشوفو شنو نتغداو يلا معايا وصلنا نهاية هذا الفلوغ هو فلوغ و اوميم طون الروتين ديالي ديال الصباح يعني من الصباح حتى الربعة عاد كنتغدى خصوصا الايام ديال السطاج هكا كندير صراحة منين ننسى رمضان مين كنجي من السطاج كنقاد البيت هكا كنردو كيكان و كنتغدى و صافي دابا غادي نمشي يعني راكم عارفين السطاج من موراه غابوغ دو السطاج دونك غادي نمشي غادي بديت شويه دابا كندير كل نهار كندير شي 3 فوي 4 فوي تقريبا كنشوف شنو نسيت كنقدر نمسح ونعاود نرد هادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الفلوغ روتيني يكون عجبكم قولي لي في لي كومونتير شنو تبغوا تشوفوني شنو تبغوا تشوفوا في الفيديوهات الجايين صافي هادشي اللي كاين ما بغيتش نطول عليكم هاد الفلوغ تهلاو في ريوسكم وتسناوني فلوغ جديد. السلام عليكم.